من الصعب حصر الأضرار الاقتصادية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا لحد الآن، لكن كل المؤشرات توحي أن العالم بات على أعتاب أزمة اقتصادية عالمية قد تتجاوز حدتها أزمة عام 2008. النفط شنطال من أهم القطاعات التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وفقد نحو 60% من قيمته منذ بداية السنة، فبلغ سعر خام البرنت نحو 25 دولار للبرميل. معظم مؤشرات البورصات العالمية سجلت أيضا تراجعا حادا، خاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. أما خسائر قطاع الطيران بسبب وقف حركة الطيران فقدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي ب 252 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال طالت هذه الأزمة. وعلى صعيد البطالة، تقدر منظمة العمل الدولية أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في العالم، وهو رقم يتجاوز ما سجل في أزمة 2008، حيث فقد 22 مليون شخص أعمالهم. وقد بدأت بالفعل ترتفع أرقام البطالة، فأكثر من 3 ملايين شخص فقدوا وظائفهم حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. قطاع السياحة الدولي أيضا من ضحايا فيروس كورونا، وقد قدرت الأمم المتحدة أن هذا القطاع قد يتراجع بنسبة قد تصل إلى 30%. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن كل شهر إغلاق سيؤدي إلى فقدان اقتصاد دول المنظمة نقطتين من معدل النمو، وقد يؤدي إلى ركود وانكماش في عدد من دول العالم. نناقش هذا الموضوع الليلة مع ضيفنا من لندن، الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور أحمد ياسين. دكتور أحمد، لم تنتهي أزمة كورونا بعد، ومؤشرات الركود العالمي تظهر بكل وضوح. إلى أين يتجه اقتصاد العالم بعد كورونا؟ صحيح، ودعيني لكي أوضح المشهد الاقتصادي العالمي بأكثر دقة أن أجري يعني مقارنة مباشرة بين الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا والأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2008، أو حتى الركود العظيم أو Great Depression في عام 1929. بالمقارنة مع تلك الأزمتين، نرى بأن الأزمة الحالية هي بالتأكيد أكثر خطورة بكل المقاييس. دعيني أبدأ مع الفترة الزمنية التي يعني توضحت فيها هذا المشهد القاتم الاقتصادي الذي يواجهه الاقتصاد العالمي. 30 يوما فقط انتقلت الأسواق إلى مرحلة بير ماركت، أي أنها تراجعت لما يزيد من 20%، وهذه النسبة الكافية التي تنقل الأسواق من بول ماركت إلى بير ماركت، هذه المصطلحات التي يتم اعتمادها في لغة المال والأعمال. بالنسبة لحالة التراجع التي شاهدناها في عام 2008، أخذت الأسواق فترة زمنية أطول بكثير لكي تتوضح يعني قتامة المشهد الاقتصادي في تلك الفترة. وطالما أن أزمة 2008 كانت مرتبطة بقطاع أساسي وقطاع العقارات، ومن ثم انتقلت الأزمة القطاع البنكي، جاءت التسهيلات أو المحفزات المالية من قبل البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الأساسية في مقدمة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للتخفيف الفوري من براثن الأزمة الاقتصادية في تلك الفترة. ولكن حالياً يعني هناك ما يزيد عن 6 تريليون دولار من المحفزات المالية من البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الأساسية في مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. طيب. الذي اعتمد بقيمة 2 تريليون دولار، وبالرغم من الحجم الهائل لهذه التسهيلات المالية، من المتوقع أنها سوف لن تكفي لما يزيد عن حزيران المقبل. وطالما أن التوقعات تشير بأن هذه الأزمة يعني سوف تطول، طالما أن سوف تطول، هذا هو لب الموضوع دكتور أحمد. والتقارير تتحدث عن قضية الوظائف،
الناس تفقد وظائفها، وحوالي 25 مليون شخص سيفقد وظيفته في العالم. ما أهم الوظائف التي هي عرضة الآن برأيك؟ القطاعات التي ذكرتموها قبل قليل هي بالتأكيد في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي سوف تمنى بالخسائر الأكبر، ولكن هنا تأتي نوعية المساعدات وخطط الإنقاذ الحكومية في المقدمة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لخسارة الوظائف. يعني أعطيك مثالا التجربة الألمانية وكذلك أيضا البريطانية في مقدمة التجارب التي يجب أن يحذى حذوها. بريطانيا أقدمت على سياسة نقدية للتدخل المباشر في نشاط الشركات وكذلك أيضا في دعم العائلات البريطانية، ومثل هذه الخطوات هي غير مسبوقة في التاريخ البريطاني. بنك إنجلترا المركزي خفض نسب الفائدة إلى ما يقارب المستوى السلبي، وهذا هو المستوى الأدنى الذي يمكن ينزل إليه، ومثل هذه الخطوة غير معروفة في تاريخ بنك إنجلترا المركزي منذ تأسيس عام 1694. ولكن النقطة الإيجابية والأساسية في خطط الإنقاذ من قبل الحكومة البريطانية والألمانية هي في الدعم المباشر للشركات، خاصة قطاع SMEs، قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا القطاع هو الذي يعني هو القطاع الأساسي في الركود العالمي، لا مهرب منه بعد أزمة طالت جميع دول العالم. لكن السؤال الأكبر، هل هذا الركود سيكون طويلا وعميقا، أم أننا سنكون أمام لربما بوادر خير مع كل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل الدول وهذا الدعم اللي تحدثت عنه باختصار لو سمحت، وخاصة حزمة قمة العشرين؟ صحيح. نعم، البوادر تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تكون طويلة، وخاصة أن التسهيلات المالية التي تقدم من قبل البنوك المركزية هي لا تأتي نفعها بشكل مباشر طالما أن عدد الإصابات ما زال يحافظ على خطه التصاعدي. وهنا نذكر بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها يعني هي قد تكون يعني المثال الأوضح لإنعكاس هذه الصورة القاتمة التي ينتظرها الاقتصاد العالمي. والولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تمنى بالخسارة الأولى في على مر العقود الماضية. هي لم تخسر في الحرب العالمية الثانية، لا بل أن المصانع الأمريكية كانت تشتغل في أوج قدرتها، خاصة لدعم الجيش الأمريكي وما كان يقوم به من دعم الحلفاء. شكرا دكتور أحمد، اسمح لي على المقاطعة لأن الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا دكتور أحمد ياسين، الخبير في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من لندن.